وحول البيانات التي صدرت من كل من هيئة علماء المسلمين في العراق والميثاق الوطني العراقي بشأن حادثة اعتداء القوات الأمنية على المدنيين في أبو غريب وقتل وجرح الأهالي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. أهلا بك معنا دكتور ثامر. حياكم الله أخي الكريم. حياكم الله، كما نرحب عبر سكايب أيضا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد عبد القادر نايل. أهلا بك معنا أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم مشاهديكم الكرام وضيفك الكريم. حياكم الله. لعلي أبدأ معك دكتور ثامر، يعني أصدرتم في هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا بشأن المجزرة التي وقعت في منطقة خان داري بقضاء أبو غريب، وصفين إياها بأنها حلقة في سلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية ضد المواطنين بدون رقيب أو حسيب. إلى أي مدى ترون أن هذا القتل بدم بارد أصبح منهجا لدى القوات الحكومية وميليشياتها؟ بداية أقدم التعازي لعائلة الشهيد شهاب أحمد الزوبعي على مصابهم الكبير، ونسأل الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء التام. اليوم هذه العائلة تعرضت لفاجعة على يد القوات الحكومية وبقيادة الضابط المجرم المدعو مصطفى الذي ارتكب هذه الجريمة الإرهابية، فهي جريمة إرهابية وليست جريمة جنائية عادية، لأنه نفذ هجوم مسلح بدون أي سبب على عائلة آمنة في بيتها في منطقة أبو غريب، وهو يستخدم السلاح المتوسط ويهجم على أهل البيت ويقتل شخصا ويصيب خمسة من عائلة واحدة. والأخبار التي وصلتنا اليوم أن أحد المصابين الخمسة توفي اليوم أيضا. إذا نحن نتكلم عن فاجعة أصابت عائلة السيد شهاب أحمد الزوبعي. المصيبة أن السبب هو أن الضابط المدعو مصطفى تالت نفسه الخفيفة الدنيئة على خروف، فأخذ يبتز ويساوم صاحب الغنم على ويجبره على بيع الخروف بثمن مجحف، ثمن بخس، بطريقة التهديد والإذلال. هذا الشاب المغدور صاحب كرامة وعزة أبى أن يرضخ لهذا المجرم وتهديداته، فأبى أن يبيعه الخروف، ثم بعد ذلك بساعات جاء الملازم المجرم مصطفى ليهجم على بيت الضحية بطريقة إرهابية وحاقدة، ويأمر أتباعه بفتح النار على المدنيين العزل. يرتكب جريمة إرهابية الأشعة تستوجب الإعدام. هذه طبعا ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها هذه القوات الحكومية مجازر بحق أبو غريب. رأينا جرائم كثيرة، رأينا تهجير قسري تعرض له قضاء أبو غريب منذ 2003 وإلى الآن هم تحت الضغط وتحت الحصار وتحت التهديد اليومي. هذه الممارسات تأتي من ما يسمى القوات الحكومية، الأجهزة الأمنية سواء الجيش سواء الشرطة، أو تأتي من الميليشيات مباشرة، وتأتي بدوافع طائفية مقيتة وهي للأسف مستمرة، بأن المجرم مطمئن أنه لا يمكن لأحد أن يحاسبه. نعم أستاذ عبد القادر، يعني في ظل رواية شهود العيان وأهالي المغدور أيضا، كيف تنظر لتعامل القوات الأمنية مع المدنيين واستهتارهم عفوا بأرواح الناس واستخدام الرصاص ضد فرد يجلس آمنا مع أفراد عائلته في المنزل؟ بدءا دعنا نعزي قبيلة الزوبع وقبائل شمر في العراق على هذا المصاب الذي له تداعيات خطيرة لن تقف عند قضية الهجوم، وينبغي حقيقة أن تتداعى جميع العشائر لإيقاف استهتار القوات الحكومية بأرواح المواطنين. ما حدث جريمة نكراء ذات طابع إرهابي واضح تماما، ولذلك حقيقة الجيش الحكومي وأفراده الذين تم بنائهم من قبل الاحتلال الأمريكي لا زالوا يخضعون لسيطرة الميليشيات وسطوتها من خلال ضباط الدمج، وبالتالي لم يشهد العراق أن هؤلاء يعني بإطلاقهم لهذه الجريمة والجرائم التي سبقتها بأنهم مؤسسة أمنية، لأن هؤلاء دائما تعودنا عليهم على دناءة نفسهم من خلال استيلاء وابتزاز المواطنين على أموالهم. هؤلاء الذين وصل بهم الحال لأيام السيطرة على المحافظات المنكوبة والتي نزح أهلها، سرقوا حتى أواني
الطبخ، وبالتالي هؤلاء لا يفكرون بأمن المواطن، إنما يفكرون بكيف يسرقون مواشيهم أو كيف يبتزونهم أو كيف يعتقلونهم حتى يدفعون مبالغ مالية ويخرجون. يوم تعدى الأمر ذلك إلى الهجوم على المنازل وقتل العوائل، يعني ما جرى حقيقة، وإن سلم الله بعض أفراد عائلة أحمد شهاب الزوبعي هو فتح النار لقتل العائلة جميعا، وهذا حقيقة اعتداء صارخ تماما تمارسه هذه القوات في أبو غريب، الذي يعني لا زالت الجراح يعني تحوم على هذا القضاء الذي يمثل أهله أبناء يعني أصلاء من قبائل معروفة لها امتداد في الوطن العربي. هؤلاء يريدون تغييرا ديموغرافيا لهذا القضاء، فلذلك حقيقة من زمن ناصر الغنام إلى يومنا هذا لا زال يستهدف هذا القضاء، ولا يوجد هناك من أوقف هذه الاستهدافات، ولا من سعى إلى إخراج هذه القوات الآثمة التي لم يعني تألو جهدا حتى تسرق، لم تألو جهدا حتى تعتقل. لذلك حادثة إطلاق النار هي حادثة تنم عن عقيدة دنيئة للقوات الحكومية، وتؤكد على أن هؤلاء الذين يفكرون في كيف يسرقون الناس بأبسط الأشياء، يعني إما يبتزونهم بمواشيهم أو ممتلكاتهم الخاصة بالمنازل، هؤلاء لا يمكن أن يعول عليهم لحفظ سيادة العراق، ولا يمكن لهؤلاء أن يحمون المواطنين. وبالتالي حقيقة نحن أمام مشكلة كبيرة، وهذا الإشكال لا يحل إلا بإعادة هيكلة حقيقية لقوات الجيش، وأن تكون على أسس وطنية، لأن ما جرى حقيقة هو عمليات دمج واضحة لهذه القوات من 7 ميليشيات، يعني المجرم بول بريمر كان بطلها. لذلك حقيقة ما حدث جريمة نكراء نستنكرها جميعا، وينبغي على العشائر العراقية، وأنا أتوقع أن قبيلة الشمر في جنوب العراق وفي شماله سيكون لها أيضا موقفا واضحا أمام هذا الاستهتار الكبير الذي تجاوز على كرامة هذا الإنسان، والذي أبى أن يدنس كرامته إلا أن يقف موقفا حقيقيا. وليست القضية فقط قضية تتعلق ب يعني ماشية أو خروف أو ما إلى ذلك، القضية تتعلق بكرامة، وهذا الضابط عندما رأى كرامة هذا الشخص عالية في نفسه فتح النار عليه من أجل حقيقة أن يجعل رسالة واضحة، إما أن تهانون بكرامتكم أمامنا وأما تقتلون أو تعتقلون. لذلك لا بد أن يكون لدى هذا الحادث الأليم الإرهابية موقفا حقيقيا من عشائرنا الكريمة، من أجل إيقاف كل الاعتداءات، ومن أجل سحب هذه القوات، وبالتالي أهالي المناطق قادرين على حماية أنفسهم أو إنتاج قوات يمكن أن تساهم في حماية أنفسهم والدفاع عنها. نعم دكتور ثامر، يعني هناك من يرى أن المغدور أحمد شهاب أحمد قتل مرتان، اثنتان، مرة على يد القوات الأمنية والثانية على يد الحكومة والسياسيين المشغولين بالصراع على المناصب، ولم يحرك أحد منهم ساكنا لمقتل بريء وإصابة 5. ما رأيك؟ حقيقة المجرم اليوم هو شخص تابع للقوات الأمنية، والمجرم نحن متأكدون هو مطمئن لن يحاسبه أحد، وسيخرج وهو يلوح بيده مستهترا بأرواح العراقيين كما حصل لعشرات المجرمين قبله. لا أحد يحاسبهم، لا أحد يحاسبهم، لأنهم ينتمون لميليشيات وأحزاب متنفذة، نعم هي تسيطر ولها الآن هي في صراع فيما بينها وتسيطر على الدولة منذ أن جاءت بهم أمريكا للعراق وسلمتهم مشروع تدمير للعراق، فإذا هم يدخلون تحت بند ضمان الإفلات من العقاب في ظل منظومة الخراب السياسي وفساد الأجهزة القضائية وهيمنة الميليشيات. أهل قضاء أبو غريب وكثير من المدن العراقية الآن هم يدخلون تحت ضمن المحافظات المنكوبة، يتعرضون لممارسات تعسفية يوميا، تضييق على أسباب وسبل العيش لأبناء هذه المناطق، لا يسمح لهم بالزراعة بحرية أو بيع محصولهم الزراعي أو حتى تعمير وترميم بيوتهم إلا بإجراءات تعسفية وفرض أثارات من قبل الميليشيات. القوات الأمنية الأخرى وكل منطقة أو مدينة هي أصبحت حصة لمجموعة ميليشياوية معينة تأخذ الأتوات من هؤلاء الناس، وهم بذلك يرسخون لمشروع تمزيق المجتمع سواء من خلال الصراع الموجود فيما بينهم، فهم إن تصارعوا فيما بينهم أو توافقوا فيما بينهم
هم مصرون على مشروع تمزيق المجتمع العراقي من خلال إثارة الفتن الطائفية ومن خلال إثارة الفتن العنصرية. ارتكبت القوات الحكومية جرائم كثيرة قبل هذه الجريمة الجديدة أمام مرأة العالم كله، راح ضحيتها عائلات كاملة، مثلا مجزرة جامع مصعب بن عمير، مجزرة جامع سارية في ديالة، فاجعة الصقلاوية والرزاز، آلاف المدنيين أخذتهم ميليشيات العصائب وحزب الله وبدر وغيبتهم وقتلتهم ولم يحاسب أحد، رغم الأدلة التي أصبحت متوفرة بتشكيل المدنيين. وأيضا مجزرة جبلة، أيضا مجزرة جبلة، أذكر أنه يعني إلى الآن التحقيقات لم تفيد بشيء أيضا ولم تأتي. نحن نتكلم عن آلاف في الرزازة وفي الصقلاوية، إلى الآن المجرمون مشخصون ولم يحاسب منهم أحد. نحن نعيش حقيقة في غابة تتحكم فيها الميليشيات، تقتل وتنهب وتسرق وتحرق ولا أحد يتكلم معها، بل أكاد أجزم أن حتى الغابة فيها قوانين عرفية بين الحيوانات، لكن جرائم الميليشيات تترفع عنها حتى الحيوانات للأسف. نعم أستاذ عبد القادر، يعني بحسب المنظمات الحقوقية الدولية فإن كما ذكر الدكتور ثامر، يعني هناك جرائم عديدة في العراق يتم إغلاقها عندما يتعلق الأمر بمتهم من منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة للأحزاب. إذا كان الأمر كذلك أستاذ عبد القادر، فأين القضاء وأين ما يجري الحديث عنه من قبل الحكومة ليل نهار عن العدالة والمساواة؟ سيد عبد القادر تسمعني؟ نعم. إذن يعني أستاذ أو عفوا دكتور ثامر، أسألك إلى أي مدى تتوقع أن تغلق هذه القضية ولربما يعني يتبعها قضايا مشابهة؟ ما خطورة أن تغلق هذه القضية على ما أغلقت عليه قضايا سابقة؟ بلا شك أن هذه القضية سوف يدعون أنه ألقي القبض أو أمر إلقاء القبض على المجرم الملازم أو المصطفى، وأنه أودع في السجن وسوف يخرج تحقيقات، ثم بعد ذلك تموت هذه التحقيقات ولا أثر لها كما حدث في جرائم سابقة. إلى الآن رغم الجرائم البشعة، مجازر ارتكبت في العراق بحق ما يدخل ضمن المحافظات المنكوبة، لم يحاسب أحد على أي جريمة إرهابية ارتكبت بحق المدنيين. فمن المتوقع، لأن القضاء هو يخضع لهذه الميليشيات، الأجهزة الأمنية هي تتستر على هذه الميليشيات، الحكومة بطابعها ونهجها وممارساتها هي أيضا بدوافع طائفية، إن أصابت هذه المحافظات أي جريمة من قبل من ينتسبون إلى الميليشيات لا يمكن لأحد أن يحاسبهم. فإذا الجريمة متوقع أن يتستر عليها وأن يتم حفظها، مع أنني قلت سابقا أنها جريمة إرهابية مع سبق الإصرار والترصد، ولا يمكن أن تمر على أنها جريمة عادية، لأننا نتكلم عن دناءة ضابط، ونتكلم إذا كان هذا الضابط تبني نفسه على خروف، فكيف يمكن أن يؤمن على هذا الضابط البلد وأن يكون حارسا لحدود البلد إذا هو خروف ضاع حياة 5 مواطنين؟ فكيف إذا أعطي أموال طائلة من أجل أن يبيع العراق، سوف يبيع العراق وكل ما في العراق. نعم أعود إليك أستاذ عبد القادر، يعني في ظل استهانة الحكومة والميليشيات التابعة لها بأرواح العراقيين، ما هو الواجب فعله، يعني الواجب على العراقيين فعله خاصة في هذه الأوضاع التي يمر بها العراق الآن؟ من المؤكد تماما هناك يسعون إليها، أولى هذه القضايا هم أن يتكاتفون ضد الجريمة المنظمة التي تمارسها الحكومة، وبالتالي يقفون صفا واحدا، ولا بد أن تكون لهذه الجريمة تداعياتها العشائرية، ولا بد أن تحرج العشائر، ونحن حقيقة نكبر بعشائرنا، أن تحرج هذه الأطراف الحكومية ووزارة الدفاع في القصاص وتسليم هذا الضابط إلى القضاء بشكل سريع من دون أن يكون أي تنازلات أو ضغط على عائلة المجرم من أجل التنازل، وأن تكون هذه القضية على مرمى ومسمع الجميع من أجل محاكمته ومحاسبته. نعم أفلت من العقاب كثير من هؤلاء الضباط،
وهناك ملفات ضخمه بانتهاكات حقوق الانسان، وقضاء ابو قريب شاهد على ما فعله ناصر الغنام ومن معه من المجرمين، لكن كرم بالاخير. لذلك هو نهج الحكومه سياسه الافلات من العقاب وتكريم كل هؤلاء الذين يقتلون المواطنين بدم بارد. لذلك حقيقه الان اختلفت الامور في العراق، والشعب العراقي لديه وعي كامل تماما بهذه الجريمه المنظمه. لذلك على الجميع ان يكون لديه موقف مع قضاء أبو غريب ومع عشائره الأصيلة من خلال وقفة جادة، سواء كانت عشائريا أو سواء كانت بكل فعاليات المجتمع العراقي. أنا أقول لنقابة المحامين أن يكون لديها دور. بالتالي حقيقة الأطراف السياسية التي تمثل قضاء أبو غريب أيضا متهمة يعني استخدام بعض الملفات على أسس سياسية، وهؤلاء متواطئون، وبالتالي يعني مواقفهم ضعيفة. ما شاهدناه هي مواقف ضعيفة يراد من خلالها مجاملة تلك الضباط أو مجاملة القوات الحكومية الموجودة والتي تحاصر أبو غريب. لذلك لو كانت هناك يعني أطراف سياسية حقيقية لذهبوا باتجاه إقامة دعاوى بأسمائهم، وبالتالي لطلبوا يعني مقابلة أو الضغط على وزير الدفاع لتسليم هذا الضابط بالمباشر إلى المحكمة التي ينبغي أن يحاكم عليها، وهي محكمة مدنية بإطار قانون الإعدام، لأن هناك قتل وجريمة إرهابية استخدم بها سلاح الدولة وزي الدولة، وبالتالي جميع المفردات القانونية تشير إلى إعدام هذا الضابط والقوة التي داهمت منزل المواطن. لذلك حقيقة يعني ينبغي أن يكون هناك مساندة حقيقية حتى من أبناء قضاء أبو غريب، لأن الذي استهدف اليوم هذه العائلة سيستهدفه لاحقا. إذن الأستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت ضيفنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي عبر الهاتف من عمان، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.